صباح الفل والياسمين على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. النهارده بيتجدد لقائنا مع حضراتكم في صباح جديد وفقرات دايما مختلفه ومتنوعه من صباح البلد. يلا ابداوا يومكم معانا كده بنشاط وحيويه. النهارده 13 مايو 2022، 9 شوال 1443 هجريه. ما اقدرش اقول اي حاجه ثانيه خالص قبل ما اقول يسعد صباحك يا نهاد. صباح الفل عليك، صباح الورد عليك، صباح الجميل كده باللون الوردي الجميل اللي انت لابساه. صباح الفل على كل اللي بيشوفونا دلوقتي على صدى البلد. حلقه جديده من حلقات صباح البلد، يا رب كده تقضوا معانا وقت كده ممتع وفقرات كتيره متنوعه. بس قبل ما اقول لكم فقراتنا ايه النهارده، خلوني افكركم بصفحتنا اللي هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه لكل اللي عاوز يتابعنا او يعرف اخبار البرنامج. عندنا النهارده موضوعات حلوه قوي ومبهجه بصراحه يعني هاد، لان احنا كلنا لمسناها وحسناها على ارض الواقع. لما بنتكلم على دولتنا دلوقتي، الدوله المصريه، الحقيقه انها عودتنا في السنين الاخيره انها بتشتغل في كل المشروعات بطريقه متوازيه. يعني تلاقي الصحه مع التعليم مع الاهتمام بالمدن الجديده والتخلص من العشوائيات وغيرها من المشروعات، كل ده بيتم في وقت واحد، وده المنهج اللي غرسه الحقيقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل قيادات الدوله المصريه وفقا لمنهج واسلوب اداره الجمهوريه الجديده. خليني اقول لحضراتكم اننا تابعنا امبارح توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادات الدوله والحكومه خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه. الاجتماع ده كان بخصوص ايه؟ كان بخصوص ضروره مواصله التعاون والتنسيق بين اجهزه الدوله المعنيه لتنفيذ مختلف المشروعات القوميه المرتبطه بالمبادره الانسانيه الراقيه جدا، مبادرة حياة كريمة، وده طبعا لتطوير الريف المصري ومتابعة تنفيذها بشكل دوري. مش بس كده، كمان الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ. طبعا خلينا كده يعني نطل كده إطلالة سريعة على مبادرة حياة كريمة. زي ما حضراتكم عارفين هي مشروعات كلها بتساهم في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري على مستوى الجمهورية، ما يتعلق بقى بالبنية الأساسية، الصرف الصحي، الصحة، التعليم، والعديد من الخدمات، وحتى كمان على فكرة الاهتمام بفكرة ان احنا نعلم الناس ازاي ممكن نستعد للتحول الرقمي، حتى ده موجود كمان في حياة كريمة. فيرب بلدنا دايما بخير ودايما للأمام، وهتكون أفضل إن شاء الله بفضل جهود رئيسنا اللي دايما حاطط مصلحة مصر نصب أعينه وكل جهودنا، ودايما زي ما بنقول كده في الاتحاد قوة. فدايما لما يكون هدفنا كلنا مصلحة بلدنا أكيد هنتطور جدا يا نهاد وفي وقت قصير بإذن الله. فعلا يا هند، طبعا عندك حق في كل اللي انت قلتيه، وزي ما قلتي كده الدولة دايما بتشتغل على التوازي في كل حاجة الحقيقة عشان سرعة الإنجاز، وعشان بلدنا دايما تكون تشتغل وتنجز، عشان شعبنا يكون في أفضل وأحسن حال حتى لو العالم كله في ظروف اقتصادية صعبة. كمان تابع السيد الرئيس في اجتماعه أمس المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، واللي هدفها الرئيسي استعادة الوجه الحضاري للقاهرة على نحو يتماشى مع تاريخها العريق، خاصة على الصعيد السياحي والترفيهي والثقافي أيضا، بما فيها عملية التطوير اللي بتتم في حديقة عين السيرة والمناطق اللي حواليها. ده طبعا غير تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وكمان ما تم من تطوير لكورنيش النيل، وده طبعا من خلال مشروع ممشى أهل مصر، واللي بيعد واحد من المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة جدا الحقيقة. كمان استعرض السيد الرئيس خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمختلف المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة. دايما كده يا رب مصر يعني في تقدم وفي ازدهار، ودايما بيبهرونا الحقيقة بالتقدم اللي بيقدمه. مظبوط يعني هاد، وانت بتتكلمي على المشروعات الجديدة وبتتكلمي على مشروع ممشى أهل مصر وحديقة عين السيرة، وانا كمان يعني انت بتقولي كده بفتكر المشاهد اللي كنا بنشوفها ومتحف الحضارة، وازاي الفسطاط الجديدة اتعملت، ازاي المكان ده اتغير تماما وسط البلد، بقى شكله حلو، ازاي بالنهار حلوة وبالليل اضاءاتها جميلة جدا. كنا دايما لما نتفرج كده نقول يا امتى كده نشوف بلدنا بالصورة اللي تستحقها، فكنا شايفين ان الامل ده بعيد شوية، لكن الحمد لله رب العالمين بفضل الارادة والعزيمة يا نهاد بلدنا ان شاء الله
الله دايما تكون في احسن حال يا رب ان شاء الله. خلينا نروح بقى نقول لحضراتكم فقراتنا ايه النهارده. وكالمعتاد عندنا فقرات متنوعه ان شاء الله تحوز على اعجابكم. هتكون البدايه مع ابرز واهم الاخبار ومنشطات الصحف، وهيكون معنا فيها الكاتب الصحفي الاستاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. خلينا نقول لهم بقى فقرتنا الثانيه هنتكلم فيها عن كل التساؤلات حول قانون الشهر العقاري الجديد، واللي كان كتير من الناس بتجهل تفاصيله خاصه بعد تعديل بعض احكام قانون الشهر العقاري والتوثيق الجديد. شفنا من ايام المستشار عمر مروان وزير العدل وهو بيعلن اطلاق القانون الجديد للشهر العقاري ولائحته التنفيذيه. ويكون معنا النهارده ضيفنا الدكتور الحسين حسان خبير التنميه المحليه والتطوير الحضاري. يعني ده كان استعراض سريع كده لاهم ملامح وفقرات يومنا. اعتقد بقى كلنا كده مستنيين الصيف، عايزين بقى نطمن كده ونروح كده نشوف حاله الطقس ايه. يلا خلينا نبدا مع حضراتكم كده ونشوف حاله الجو النهارده، حيث يتوقع خبراء هيئه الارصاد الجويه ان يكون طقس اليوم حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحراره على السواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل البروده على السواحل الشماليه، معتدل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم بعض درجات الحراره المتوقعه النهارده على بعض محافظات الجمهورية، والبداية كالمعتاد من العاصمة القاهرة اللي العظمى فيها النهاردة بتسجل 30، أما الصغرى 18، اسكندرية 25-18، الإسماعيلية 29-19، الدقهلية 28-19، الغردقة 35-24، والمنيا 32-19. اما بقى بالنسبه لبعض العواصم العربيه والعالميه فدرجه الحراره هي كالتالي، والبدايه من العاصمه السعوديه الرياض اللي العظمى فيها النهارده بتسجل 37، اما الصغرى 24، ابو ظبي 32-28، انقره 21-8، لندن 20-12، واشنطن 21-8، واخيرا بكين 19-11. تعالوا كده بينا بعد ما تعرفنا على احوال الطقس نروح نعرف اسعار العملات واسعار الذهب النهارده اخبارهم ايه. ونبتدي مع بعض بسعر العمله. سعر دولار امريكي للشراء 18.45 جنيه، اما للبيع 18.51 جنيه. اليورو سجل النهارده للشراء 19.36 جنيه، اما للبيع 19.56 جنيه. جنيه استرليني سجل للشراء 22.62 جنيه، اما للبيع 22.95 جنيه. ريال سعودي سجل للشراء 4.91 جنيه، أما للبيع 4.93 جنيه. دينار كويتي سجل للشراء 57.84 جنيه، أما للبيع 60.30 جنيه. تعالوا بينا كمان نروح نعرف أسعار الذهب النهاردة أخبارها إيه. فسجل النهاردة عيار 18.020 جنيه، أما عيار 21 سجل 1.190 جنيه، وعيار 24 سجل 1.360 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 9.520 جنيه. مشاهدي الكرام بجدد التحية مرة تانية لحضراتكم. وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. مشرفنا ومنورنا في فقرتنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير يا فندم. صباح النور على حضرتك أستاذ المشاهدين. صباح الخير يا فندم، أهلا بك. خلونا نتكلم وهيكون أول أخبارنا النهاردة عن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، الذي أكد على اعتماد بلاده على الدور المصري الفاعل والمحوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والنابع من الخبرة العريضة والفهم العميق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لطبيعة الأوضاع والتحديات في تلك المنطقة الهامة من العالم. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد على أهمية التعاون العسكري المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة
ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها الإرهاب الذي يتطلب بذل كافة الجهود الجماعية لمكافحته. مستعرضا سيادته في هذا الصدد جهود مصر على المحاور والاتجاهات الاستراتيجية لاجتساس هذه الآفة من جذورها، من جانبه أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكدا حرصه على أن تكون مصر هي أولى محطات زياراته الخارجية في المنطقة منذ توليه منصبه، ومشددا على تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب باعتبارها التحدي المشترك الأخطر الذي يواجه المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي بأسره. كما تقدم المسؤول العسكري الأمريكي بالعزاء إلى السيد الرئيس في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع مؤخرا في سيناء. حقيقة الزيارة يعني هذه الزيارة الأولى اللي هو في المنطقة ومنطقة الشرق الأوسط، اختيار مصر، ظروف اللي مصر بتواجهها الآن يمكن تزامن ده مع الحادث الإرهابي الغاشم اللي نتج عنه شهداء من أبنائنا في القوات المسلحة. لكن خلو يعني عايزة تفاصيل أكتر من حضرتك عن هذه الزيارة، أهميتها، توقيتها، الرسائل والمعاني اللي بتحملها في هذا التوقيت. طبعا الزيارة أكثر من هام، رغم ان قائد القيادة المركزية بيعتبر منصب عسكري، لكن الواقع والسياسة العملية بتقول انه شخص دايما المنصب ده بيلعب دور سياسي بالغ الأهمية في صناعة القرار في الولايات المتحدة فيما يخص منطقة الشرق الأوسط. لما يجي مصر كأول دولة بعد توليه منصبه، هو جاي ياخد قراءة دقيقة وشاملة للموقف السياسي والعسكري المصري عشان يقدر يبني هو عليه سياساته والقرارات اللي هياخدها أثناء فترة توليه منصبه. فالعبارات هنا والمصطلحات بتبقى دقيقة جدا لما يتحدث عن الفهم العميق للرئيس السيسي لتطورات ومجريات الأوضاع. الفهم العميق من وجهة النظر الأمريكية حسب يعني معرفتي بيهم بيعني أن هذه الشخصية السياسية تستطيع أن تقرأ المستقبل بسياساته وتطوراته بشكل أكثر وعيا. هناك ساسة أو قادة ينظرون خطوة أو خطوتين فقط إلى الأمام، وهناك من ينظرون لأبعد من ذلك. والولايات المتحدة زي ما احنا عارفين كمان الدولة العظمى الأولى في العالم، هي لا تنظر فقط إلى عام أو خمسة أعوام في سياستها، لكن بتنظر لما هو أبعد من ذلك. التوقيت بالغ الدلالة، احنا شايفين تطورات بعيدة عنا في روسيا وأوكرانيا أثرت على العالم كله، ومنه أو يعني من أهم المتأثرين بهذه الحرب هي دول الشرق الأوسط ومنها مصر اقتصاديا، وإن كان التأثيرات رغم اعترفنا بوجودها خاصة على الصعيد الاقتصادي لكنها أقل بكثير مقارنة بالخسائر اللي بتعاني منها دول أخرى. صحيح. اقتصادياتها يعني أصبحت على وشك الانهيار. فهو جاي علشان يتأكد أولا من أن مصر وقواتها المسلحة محافظة على استقرارها، وبالتالي هي الضامن الأساسي لاستقرار الشرق الأوسط وعدم المساس بالاستقرار العالمي، بما يعني بشكل غير مباشر عدم المساس باستمرار قيادة الولايات المتحدة للعالم. فدور مصر بالنسبة لهم بالغ الأهمية، مش بس علشان احنا دولة مهمة وقوية، لكن أيضا لأن دورنا وقوتنا لها انعكاس على الاستقرار العالمي كله. طب بحكم ان هو مسؤول عسكري امريكي، واحنا عندنا الاوضاع العسكريه عموما في العالم فيها توتر، يعني لو حتى مش هنتكلم ان هي حرب روسيه او هنستخدم المصطلح او اللي بيتم استخدامه انها عمليات عسكريه في اوكرانيا، فبالتالي الوضع العسكري اصلا في العالم كله متوتر. الوضع العسكري الظاهر بين روسيا واوكرانيا انها حرب بين قوات نظاميه. ربما كل طرف بيحاول انه يزج باطراف غير نظاميه، يعني كلمة عن ميليشيات تابعه لاوكرانيا او ميليشيات قوميه ايضا تابعه لروسيا بيحاربوا بعض هناك، لكنها حرب نظاميه. انما الواقع
اللي انا شايفه من وجهة نظري ان هذه الحرب النظامية سيكون لها انعكاسات في منطقة الشرق الاوسط ومناطق اخرى من العالم فيما يخص تنامي الانشطة الارهابية. الانشطة اللي بتقوم بها تنظيمات وميليشيات ارهابية لمحاولة الاستفادة من الوضع الاقتصادي الهش اللي بقى متواجد في العالم. احنا بصدد ازمة اقتصادية ومالية عالمية اذا ما كانش العالم دخلها بالفعل. فالحرب النظامية دي هيكون لها انعكاس اكيد فيما يخص تنامي الانشطة الارهابية. عشان كده الولايات المتحدة وهي بتتكلم بقى عن منطقة الشرق الاوسط، لان منطقة الشرق الاوسط شريان تجارة عالمي حتى فيما يخص النفط والطاقة، والطاقة دي هي شريان العالم وحركة العالم. لازم الطاقة دي دايما نبص عليها لانها مهمة جدا. طاقة بترول بقى غاز، هتبقى طاقة جديدة ومتجددة ايا كان الوضع، لكنها مهمة جدا. احنا شايفين التأثير الاكبر للحرب الروسية الاوكرانية مرتبط بتقلص امدادات الطاقة. صحيح. في العالم لو جينا بقى منطقة الشرق الاوسط اللي فيها بقى انتاج واحتياطيات بترولية ضخمة وفيها طاقة كبيرة وفيها قناة السويس وفيها البحر الابيض والبحر الاحمر اللي موصلين العالم ببعضه، لا هنا لازم الولايات المتحدة تضمن الاستقرار، ولا تجد انسب من القوة المصرية العسكرية وظاهرها السياسي والاقتصادي، لا تجد افضل منه كضمانة لاستمرار تحقيق هذا الاستقرار في العالم وعدم خروج الامور عن السيطرة اكثر من ذلك. لان استمرار الحرب الروسية الاوكرانية على سبيل المثال شهور كمان ممكن يعني يبقى له تداعيات شديدة الخطورة. خلينا يعني كمان في اطار نشاط رئاسي واخبار الرئاسة، ولكن على الشأن الداخلي اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي ان الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الاسكان الخاصة بمبادرة حياة كريمة. سيادته وجه بمواصلة التعاون والتنسيق ما بين اجهزة الدولة المعنية علشان يتم تنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة واللي هيتم من خلالها تطوير الريف المصري، مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري، الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، طبعا مع الأخذ في الاعتبار ما ستسهم فيه تلك المشروعات من تحسين المستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين الموجودين في الريف المصري على مستوى الجمهورية، وخاصة طبعا ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، كمان عن الدور اللي هيتم تقديمه في توفير المزيد من فرص العمل لقاطني المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة. الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان عرض الجهود اللي بتقوم بها وزارة الإسكان في إطار المشروعات المتعلقة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية، خاصة في قطاعات الصرف الصحي، المية، محطات المعالجة، لجانب مختلف المشروعات الخدمية ومشروع سكن كريم. كمان تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمختلف المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة مدينة العالمين الجديدة. حقيقة الاجتماع امبارح كان يعني شامل وكامل ليه المشروعات اللي تعتبر مشروعات التطوير اللي موجودة عموما على مستوى الجمهورية. صحيح. بس خليني أبدأ بالمبادرة الأهم الآن واللي هي محط أنظار، مش في مصر بس، في العالم أجمع أول مبادرة بيتم يعني تخطيط 58% من المجتمع المصري. المتابعة الدورية وإحنا لسه في المرحلة الأولى في المحافظات، يعني طبعا بالنسبة لنا هذا الاجتماع له دلالة أخرى. هذه الدلالة هي أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا اللي جت بعد كوفيد 19 وما إلى ذلك لن تؤثر على تصميم القيادة المصرية والحكومة المصرية على المضي قدما في كافة المشروعات القومية التي تم اتخاذ قرارات بشأن البدء فيها. في قرار سياسي اتخذ بأن هذه الدولة لابد من إجراء عملية جراحية شاملة للتخلص من الأمراض والفيروسات اللي كانت بتعاني منها الأرض المصرية في الفترة الماضية. في فيروسات كتيرة أصابت جسد المجتمع المصري نتيجة يعني تجاهل أوجه تنمية معينة، أولويات مختلفة، لكن الرئيس قال احنا هندخل في المشروعات دي عشان شكل مصر كله لازم يتغير ونبقى دولة بقى متقدمة وندخل الجمهورية الجديدة بشكل ومضمون مختلف تماما. فالرسالة هنا
في الاجتماع ده اننا مش هنقف، احنا مكملين مسيره البناء والاعمار. شايف حضرتك ان فكره ان يعني مع الازمه العالميه وبعض الضغوط اللي ممكن انها تحصل طبعا على المستوى الاقتصادي، لكن ان الحكومه المصريه والدوله المصريه هتفضل مستمره في تنفيذ المشروعات القوميه؟ طبعا 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 في وضوح في اننا سنستمر. الرئيس لا يبدو ان هناك ثمه نيه لتراجع عن المشروعات القوميه، لان المشروعات التراجع معناه اننا سنعود للخلف خطوات، احنا عايزين نتقدم للامام. لكن ايضا يتعين زي ما هو اشار ضمنا، خلي بال حضرتك الرسائل بتبقى في وسط الكلام، مش دايما بتبقى رسائل مباشره. يعني انا دلوقتي في ازمه بس انا مش ناوي اتراجع، لكن انا عندي ما املكه من المرونه الاقتصاديه والسياسيه ان انا اقدر من خلال هذه المرونه اعيد توظيف خططي بما لا يبعد عن الاهداف او لا يبتعد عن الاهداف التي رسمتها لدولتي ولشعبي. هو ده مضمون الرساله الاساسيه للاجتماع. مردود ده عند المواطن. هنا بقى نقطه، واسمحي لي حضرتك في نقطتين. النقطه الاولى تتعلق بان انا لما اجي اعمل مشروع قومي في قلب الريف المصري اللي هو يعني وبشكل واقعي هو الاقل ثقافه فيما يخص الثقافه السياسيه من المدن، يعني ده شيء طبيعي. ايه الرصيد او الزخم الثقافي اللي تم ضخه، زي ما في استثمارات بتضخ ماليه، ايه الزخم الثقافي اللي تم ضخه في الريف المصري علشان وعي المواطن يتنامى ويتوازى مع المشروعات اللي بتتم ضمن المشروع الكبير؟ بمعنى ايه الزخم الثقافي يا استاذ محمد؟ يعني ازاي اخلي المواطن ذهنيته تتفاعل بشكل ايجابي اكتر مع المشاريع دي؟ ازاي اخاطب المواطن في الريف المصري ويبقى هو فاهم ومتفاعل بشكل اكبر مع المشاريع دي؟ مش ده انسان له ثقافه وانا عايز مخه يتفاعل معايا زي ما انا عايز جسمه يتفاعل بالانتاج وكده؟ لازم العقل يعمل اولا. العقل يعمل اولا بايه؟ برسائل بتمس ثقافته، لان انت جاي دلوقتي بتغير ثقافه قرون ويمكن الاف السنين. بتعمل حاجات متكامله في الريف المصري والناس في احيان كثيره بتستسهل الحلول. يعني خلينا زي ما احنا بقى، واحنا هنعمل ايه؟ خايفه من التغيير. بالظبط حضرتك اوجزتي الفكره. خايفين من التغيير. طب انا ازاي اقنعه ان التغيير ده لصالحه؟ دي نقطه مهمه. انا شايف ان الجهد في هذا المجال لا زال اقل بكثير ومتواضع بشكل اكبر بكثير مما ينبغي، واقل بكثير من يعني نبل هذا المشروع القومي. ده مشروع في غاية النبل. دي نقطة. النقطة الثانية، انا مش عارف صراحة لان في تفاصيل كثيرة في هذا المشروع، لكن اتمنى انه بالتوازي مع الخطط الموضوعة يكون هناك خطط. ورئيس يعني في تكليف كان واضح للحكومة وللدولة المصرية في خطابه الاخير اللي تحدث فيه عن ال13 اولوية ومنهم توطين الصناعات المحلية. تمام. انما توطين الصناعات المحليه ما يبقاش بس بصناعات عملاقه في المدن ومشاريع صناعيه في المدن. المرونه والموائمه اللي انا بقول لحضرتك عليها لازم ايضا تنعكس على الريف. ازاي؟ في صناعات صغيره ومتوسطه. يعني انا دلوقتي بعمل مشروع حياه كريمه، في مشاريع كتيره زراعيه. انا عايز اعمل بالتوازي معاهم صناعات صغيره ومتوسطه مرتبطه بالزراعه، بتزود القيمه المضافه. ده مهم جدا دلوقتي. يعني مثلا وانا بنتج فواكه، تمام، بيتعمل مثلا مصنع صغير او اتنين للتعليب. طب ما دي بتشغل ناس وبتجيب فلوس اكتر لما انا احضر الحاجات دي بشكل معين وانقلها بقى، سواء هتتباع هنا في السوق المحلي او حتى يعاد تصديرها. طب ما انا اخلي المصنع الصغير ده موجود في الريف. صحيح. وحاجات كتير جدا جدا صناعات مغذية ومرتبطة بالزراعة ممكن تتعمل وتساعد وتجيب نتائج وعائد سريع وأكبر من العائد الزراعي اللي هو مهم جدا، واللي أنا بقول لحضرتك من دلوقتي إن إحنا خلال 5 أو 7 سنين مش بس في مصر، في العالم كله سعر المتر في الأراضي الزراعية هيزيد عن سعر متر البناء. لأن العالم كله ينظر للزراعة الآن. لو حضرتك تشوفي الإعلام الأجنبي CNN أو غيره تركيزهم على الزراعة والخضرة وكده يعني مهم جدا.
طب على ذكر الزراعة ننتقل لكلمة مصر التي ألقاها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نيابة عن الرئيس السيسي أمام مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في دورته 15 المنعقد حاليا بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، حيث قال أن إقامة السدود العملاقة يجب ألا تكون حائلا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود، وبالتالي تهديد نجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي وإنتاج الغذاء. وأضاف القصير: لقد تعلمنا من جائحة كورونا أن التعاون والتكامل بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات الصعبة، وليس هناك خطر يضاهي خطر التصحر والجفاف نظرا لآثارهم السلبية على محور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطا بالأمن القومي للدول. تابع القصير أن مصر من خلال استضافتها لمؤتمر الكوب 27 تتطلع للبناء على ما تحقق في جلاسكو وترجمة التعهدات التي إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سويا بأن تكون المخرجات على قدر المسؤولية وأن تراعي مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول لمبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب العالم من تأثير التغيرات المناخية. حقيقة هي أنا شايفاها أنها كلمة هامة جدا، لأن الحقيقة هو لما يتحدث عن مسألة بناء السدود والاستفادة من الدول، لكن ده ما يكونش على حساب الدول الأخرى، خاصة أن إحنا لو بنتكلم بقى عن تصحر وبنتكلم عن جفاف وبنتكلم عن ما فيش يبقى أراضي زراعية كافية في وقت إحنا عايزين فيه، يمكن حضرتك كنت لسه بتشير أن إحنا بنتجه لفكرة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، هي كلمة مهمة وهيتم أعتقد استكمال هذه أو تبعات لهذه الكلمة في مؤتمر تغير المناخ. يعني خليني الأول بس أقول حاجة في الرسالة، أنا طبعا يعني ببص للتفاصيل شوية في الكلمات والخطابات والحاجات دي، إنما أنا عايز بقى في الرسالة السياسية أو الرسالة التقنية المرتبطة بمياه النيل إن يكون في جانب آخر دايما متواجد، مش بس التأكيد على أن ما تقوم به دولة فيما يخص السدود وغيره هتأثر على الدولة اللي هي مستقبلة لمياه النهر، لكن في الحالة المصرية والحالة المتعلقة بالنيل تحديدا لازم نؤكد دايما أن التأثير السلبي لأي عمل يحجز أو يمنع أو يقلل المياه سيؤثر سلبا أيضا على الدولة اللي جاي منها مياه النيل، وده حقيقة علمية. يعني أنا هفضل أقول له أنت لا وقف لأن كده إيه هيضرني، ولازم نبقى كلنا إيد واحدة زي ما شفنا في كورونا كده الدول كلها مع بعض، ممكن الرسالة هنا ما تبقاش مقنعة، تبقى مقنعة بالنسبة له أكتر لو هو تأكد أنها ستضر به تقنيا أيضا. يعني حاجز المياه تمثل ليه تهديدات، ما هو في كتل ضخمة من المياه موجودة وده بيأثر على الزلازل وعلى البيئة، وأنا قلت قبل كده مثال كنت حاضر في لقاء كده مصادفة مع رئيس دولة من دول حوض النيل مع مسؤول مصري وكنا في زيارة لهذه الدولة، وراجل واحنا بنتكلم على مية النيل كان حوار غريب جدا، قال طيب انتوا عايزين مية النيل تيجي المطر هناك ما كانش بيقف حقيقي ما بيقفش، طب انتوا يا جماعة عندكم مية كتير، طب ما النيل يفضل ماشي بقى ايه انتوا ايه المشكلة، فقال بس عشان اعرف حضرتك المصالح ازاي يعني بتتقاطع في حاجات زي دي، ما هو احنا الناس عندنا فقراء فبيضطروا يقطعوا الخشب من اشجار الغابات علشان يعملوا بيه بقى الوقود والطبخ والتدفئة ومئة حاجة بقى، فتقليل الخشب بتاع اشجار الغابات بيقلل او بيأثر على البخر تبخر المية، فده بيقلل المطر اللي نازل، فلما المطر اللي نازل يقل مية النيل تقل، طب يبقى انت عايز ايه؟ ان الناس عندك ما يقطعوش شجر علشان ما يحرقوش، فانت عايز طاقه بديله، فانت عارف ان انا دلوقتي مثلا عندي غاز، انا بقول لحضرتك ايه يبقى انت عايز غاز ولا كده يعني، فالقصص بتتحسب بالمصلحه المشتركه وايضا مخاطر الضرر المشترك، الضرر لا يمسني فقط لكن يمسهم ايضا. صحيح. النقطه الثانيه فيما يخص التصحر، في جهود ضخمة طبعا بتقوم بيها الدولة علشان حماية الرقعة الموجودة زراعيا بالفعل اللي هي اخواننا الفلاحين بيقولوا الطينة السوداء اللي هي الدلتا والصعيد اساسا، لكن ايضا احنا عندنا تصحر كبير
ومصر يمكن بيقارنوها باحيان لما يجوا يدرسوا الحاله المصريه والخبرات وتبادل الخبرات نقارن باستراليا. عندهم برضو مشكله تصحر. صحيح. فممكن الحلول اللي هم بيلاقوها هناك نستفيد منها هنا والعكس. فلازم جهود تبذل ايضا في مجال مكافحه التصحر علشان ما اجيش ازود رقعه زراعه من ناحيه وتيجي تقل بالتصحر. صحيح. من ناحيه ثانيه مره ثانيه الصحراء، رمال الصحراء دي هي بتدخل على يعني بشكل تدريجي كده بتدخل، وانا كنت شفت حاجه فيلم تسجيلي عن الصحراء الغربيه انها بتخش حتى على الواحات اللي موجوده هناك رمال الصحراء. فهنا في جهود عشان تثبيت التربه، حاجات كتير جدا مهم ان الدوله المصريه يعني منخرطه بقوه في مواجهه هذا الملف. وزي ما بقول لحضرتك الاولويات لم تعد تشغلنا، خلاص الدوله المصريه استعادت مؤسساتها هيبتها وقدرتها على الحركه وبشكل مرن جدا، فاحنا نقدر نتعامل مع تحديات وازمات كتير جدا في نفس الوقت مش بالتوالي. صحيح. يعني مش نقعد نحل مشكله وبعد شويه نحل مشكله ثانيه تفتح لنا مشكله ثالثه. صحيح، ده حقيقي. طب خلونا ننتقل لخبر اخر بنتكلم فيه عن تصريحات السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعه الدول العربيه، والتي اعرب خلالها عن استهجانه التام ورفضه الشديد لاي تصريحات او مواقف اسرائيليه يكون من شانها محاوله تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس، أو محاولة انتهاك الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك الذي يقصر أو يعني بيتم فيه صلاة أو يقلل من حق المسلمين في الصلاة هناك. بس يعني مش هو ده بس اللي احنا بنتكلم عنه، لكن الأكتر من كده إن هو ممكن هو ينذر بإشعال دوامة من العنف بتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن السيد أبو الغيط قوله أن الحديث عن أي سيادة إسرائيلية مزعومة على القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية يمثل خرقا سافرا للقانون الدولي وانتهاكا وقرارات الشرعية الدولية التي لا يعتد أو يعترف به أحد. أضاف كمان المصدر بأن أبو الغيط شدد على موقف الجامعة العربية الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، دعم صمود الشعب الفلسطيني وقياداته ومؤسساته في الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية. طيب مع رمضان والعيد بدأ نشوف يعني اعتداءات واستفزازات على المسجد الأقصى، وأن المصلين ما يدخلوش، وبدأ يبقى فيه يعني شبه تحركات كده يعني تحرش عملية تحرش ميداني. طبعا تصريحات السيد أبو الغيط في هذا التوقيت مهمة جدا، عشان الدول العربية لازم نؤكد دايما وحدة موقف الدول العربية فيما يخص القضية الفلسطينية وثوابت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. هذه الثوابت لا مساس بها. مهم جدا نؤكد أنه رغم الاختلافات أو التباينات في وجهات النظر بين الدول العربية إزاء العديد من القضايا، وده أمر مشروع، كل دولة ليها مصالحها، أحيانا ما تبقاش المصالح واحدة، لكن مهم جدا التأكيد دايما أننا رغم التباينات في بعض الملفات لكن القضية الفلسطينية تظل مصدر توحد ولا يوجد خلاف حول الأهداف. ضرورة استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة على كامل ترابه الوطني في حدود 4 يونيو 67. هذا موقف لا مساس به. الدول العربية كل دولة يبقى لها رؤية للوسائل اللي تحقق بيها هذا الهدف، بعضهم شايف التفاوض، البعض التاني شايف تفاوض مع حدة، البعض التالت شايف تفاوض مع ادخال قوة عظمى بعينها الولايات المتحدة او الاتحاد الاوروبي. اليات كتير، نختلف في الوسائل اللي كل دولة شايفها، لكن الهدف يظل ثابتا، وهذا ما اكد عليه السيد ابو الغيط. محمد، احنا مشكلتنا في توحيد ودعم الصف العربي للقضيه الفلسطينيه، ولا احنا مشكلتنا في توحيد الصفوف اساسا داخل فلسطين نفسها؟ ما هو الساحه الفلسطينيه هي مراه لما يحدث في الساحه العربيه، مراه للتباينات والاختلافات وأنهم للسلطة في أحيان كثيرة. صحيح. ما السلطة برضو مش قليلة، يعني هم رغم أن الشعب الفلسطيني لسه دولته ما تقامتش لكن في خلاف على السلطة. طب يا جماعة أنتوا كلكم تحت الاحتلال. صحيح. ودي محاولات القاهرة الحقيقة المستمرة في فكرة أنها توحيد الصف الفلسطيني. إنما نحن في حاجة لإعادة قراءة عربية بقى كاملة للسياق التاريخي للقضية الفلسطينية ولوضع إسرائيل.
وانا دايما بسال نفسي سؤال كده، ولما ببقى في حوار مع حد يعني سياسي او دبلوماسي او كده، واقول لهم حاجه، طب احنا كلنا عارفين البعد الديني اللي المحرك لاسرائيل وراء تواجدهم في هذه في هذا المكان في فلسطين. طب ماذا لو لم تعثر اسرائيل على الهيكل؟ انا ده سؤال موقف، لان انا متاكد وفقا لقراءاتي انا الخاصه جدا اللي انا بس اللي ملزم بيها يعني، تمام، ان الهيكل مش موجود في القدس بحدودها الحاليه ولا حتى حواليها. طب هم عاملين يدوروا، حضرتك شايف هم وصلوا لايه؟ يعني هتدوروا فين تاني؟ مفيش لا يوجد اثر او حجر. هو مهم، طب لو ما لقيتوش هتعملوا ايه بقى؟ لا هو الحقيقه في القضيه الفلسطينيه تحديدا مهم قراءه التاريخ، لان الحقيقه كتب التاريخ اللي بتتكلم عن القضيه الفلسطينيه، ويمكن من اهمها انا شايفه ان كتاب الدكتور جمال حمدان انثروبولوجيا اليهود، الحقيقه هو واصف وقايل الرحله ومتكلم عن الحقائق التاريخيه. احنا شفنا بوتين في الحرب الاوكرانيه لما بدا بالتسلسل التاريخي من ايام الثوره البلشفيه وايه اللي حصل، واوكرانيا كانت صحيح. هو انا وظف ازاي قراءه، ما هو احنا ليه دايما يقول لك التاريخ بيعيد نفسه؟ صحيح، احنا بنقول الناس ليه دايما بتقول التاريخ يعيد نفسه؟ لان التاريخ كتب بالخطا، دايما بيكتب بالخطا، فانت مش هتتعلمي من الخطا، لو صح. التاريخ مكتوب صح هنتعلم منه، مش هيكرر نفسه باخطاء. ده حقيقي. فمش عارف الجماعه الاسرائيليين ماذا لو لم يجدوا اي اثر للهيكل بتاعهم، هيقولوا بقى هم طلعوا الدوله ثانيه، المفروض يبقوا موجودين في مكان ثاني ولا ايه؟ والله ده موضوع مهم جدا، وصدقيني في حقائق تاريخيه كثيره يجب إعادة النظر ليها وقراءة تاريخ مش بس منطقة فلسطين، لكن حتى تاريخ مصر القديم. صحيح. دلوقتي الكتابات الغربية بتقول أن تاريخ مصر لا يعود لسبعة أو خمس آلاف سنة، لكنه يعود إلى 36,000 سنة، وفقا لبردية اسمها بردية تورينو أو تورين، موجودة في متحف تورين. 36,000 سنة كان فيها حكام لمصر كدولة بحدودها القريبة جدا إن لم تكن المتطابقة لحدودنا الحالية. خلينا يعني كمان نروح من الأخبار الدولية، أخبار عن الحرب الروسية الأوكرانية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صرح أو قال إن الشر عاد إلى أوكرانيا، وذلك في خطاب مؤثر ألقاه في يوم الناصر الذي تحتفل في أوروبا بذكرى استسلام ألمانيا الرسمي للحلفاء في الحرب العالمية الثانية. وأشار في رسالة بالفيديو إلى أن الحياة التي قاتل الجنود من أجلها في تلك الحرب انتهت في 24 فبراير عندما اجتاحت القوات الروسية بلاده، وأضاف لقد عاد الشر مرة أخرى بشكل مختلف وتحت شعارات مختلفة ولكن للغرض نفسه. قال كمان أن أوكرانيا وحلفائها سيفوزون، مضيفا أنه لا يفلت شر من المسؤولية ولا يختبئ في قبو. الحقيقة يعني خطابات دايما زيلينسكي بتبقى عاطفية وبتخاطب يعني المشاعر. صحيح صحيح، ورئيس بوتين برضو بيخاطب المشاعر بتاعت شعبه. واحنا هنا اصل زي ما بقول لحضرتك كل طرف بيقرا التاريخ. هو دلوقتي هو الحرب دي بيقول لك اساسها التاريخ ده، لدرجه ان هو بيقول لك يوكرين، هي كان اسمها اوكرانيا مش اوكرين مش يوكرين، وكانوا دولتين وقصص، والقوقاز، وابتدينا نشوف القوقاز وصلنا للشركس اللي جم الشرق الاوسط، قصص كتيره جدا كلها مرتبطه بقراءه كل طرف للتاريخ. لكن بصرف النظر عن مين الصح ومين الغلط فيهم، انما في ازمه انسانيه موجوده في اوكرانيا، في آلاف بيتم قتلهم، والخطاب العاطفي هنا مهم علشان الناس دي تفضل تحارب ويموت منهم ناس، ويقولهم دايما تشوفي المسؤولين الغربيين دايما يقولوا الشعب الأوكراني الشجاع، قيادة أوكرانية الشجاع، يعني نظام كملوا إيه؟ كملوا الحرب. إنما هو الشعب طبعا أدير بشكل كبير. أنا بالنسبة لي أنا واثق أن هذه الأزمة ستنتهي قريبا بشكل أو بآخر باتفاق ثنائي، هل هيبقى له مظلة إقليمية ولا دولية أنا معرفش، إنما هتنتهي بشكل ستضم فيه روسيا أو ستثبت فيه أولا روسيا شبه جزيرة القرم ضمن حدودها، وقد تضم إقليم أو إقليمين من اللي موجودين في شرق أوكرانيا. ويظل التساؤل مع هذا الاتفاق، إذا كانوا هيسمحوا للروس يتفقوا مع الأوكران في ظل استمرار العقوبات الغربية على روسيا، ولا روسيا هتشترط إلغاء هذه العقوبات. هنا النقطة اللي هتفضل متوقفة، وأتصور أن المفاوضات مرتبطة بها، لأن الغرب وتحديدا الولايات المتحدة عايزة روسيا تظل
مضغوطة بشكل كبير جدا، يمكن وصولا إلى ضغط شعبي أو ضغط عسكري أو ضغط حتى من الجماعة اللي هم بتوع المافيا الروس اللي صدروا أموالهم دول علشان يشيلوا الرئيس بوتين. فموضوع العقوبات هو الأمر الأساسي، إنما انتهاء هذه الحرب سيتم وزي ما بقول لحضرتك وفقا للمعطيات اللي على الارض اللي هي فيها الروس هيبقوا مسيطرين زي ما هم دلوقتي على جوانب بلاد. بس ايه اللي قال يتم الانتهاء ده الحقيقه؟ لان احنا عندنا مشاكل اخرى نجمت عنها، ويمكن احنا كنا بنتكلم في اول اللقاء عنها، لان حذر مسؤولون في برنامج الامم المتحده ما من احتمالات كارثيه ستواجهها القاره الافريقيه خلال الاشهر وربما الاسابيع المقبله، تاثرا بتداعيات الازمه الاوكرانيه واهمها ارتفاع اسعار الوقود والغذاء والطاقه. كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفريقيا قال إن في خلال مؤتمر صحفي في جنيف بسويسرا إن هذه أزمة غير مسبوقة بالنسبة إلى القارة الإفريقية، وتوقع الخبير الاقتصادي انخفاضا في النمو الاقتصادي في القارة الذي من المفترض أن يرتفع قليلا هذا العام بعد كوفيد-19، وإن هو سيناهز نمو الصادرات حوالي 4% ومش 8.3% زي ما كان متوقع. وقال انه نتيجة لده هتواجه ملايين الاسر صعوبات مالية، يمكن ان يتم او يكون موجود تفاقم للغضب الاجتماعي في انحاء القارة اللي بتضم غالبية افقر دول العالم. ورجح كمان احتمال نشوب توترات في بؤر ساخنة زي مناطق الساحل، اجزاء من وسط افريقيا، القرن الافريقي. الحقيقة ان المسؤولين في برنامج الامم المتحدة الانمائي هم لمسوا الوضع الاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت، وتأثر فعلا يمكن احنا بنتكلم ان لو الدول الكبرى بتتنحر الان فالدول الصغيرة والنامية واللي لسه قايمة يعني تقول انا هنا بتدفع الثمن. هو توصيف برنامج الغذاء، وطبعا خلينا نقول حاجة يعني ما نبقاش ايه بنخدع الناس، او لازم الناس تبقى شايفة كل المنظمات الدولية بعد اللي شفناه في ازمة روسيا هي خاضعة لسيطرة الدول الغربية. ده احنا شفنا حتى الفيفا اتحاد كرة القدم في لحظة مشوا روسيا في لحظة. طب هما ايه علاقة الكرة بالحرب؟ لا اتحاد التنس كله تمام. فلا نغفل السيطرة والهيمنة الغربية على كل المنظمات الدولية. صحيح. لما يقولك افقر دول العالم او افقر قارة بقى في العالم هي افريقيا، ده توصيف يعني يجافي نصف الحقيقة. بمعنى ايه؟ هي الدول الافريقيه هي الافقر اقتصاديا وماليا، لكنها الاغنى مقارنه بقارات العالم في ثرواتها الطبيعيه وفي الزراعه يعني. وغيرها. فهم عينهم على القاره الافريقيه. علشان يفرض سياساته على القاره الافريقيه لازم يوصل لنقطه بتسمى في العلوم السياسيه المشروطيه السياسيه. يعني انا عشان اديك الفلوس انت لازم تعمل 1 2 3. طب انت هتطلب امتى الفلوس؟ لما اقتصادك ينهار يضرب. طب ادي ازمة عالمية هتخلي اقتصادك ينهار، وجاية بعد ازمة قبلها بتاعت كوفيد فاقتصادك ينهار اكتر، فانت تمتثل للمشروطيات السياسية اللي انا عايز اديها لك. صحيح. طيب المشروطيات دي انت كان عندك هامش مناورة من خلال التعاون اللي انت عامله مع الروس او مع دول حتى اقليمية واطراف اسيوية. انا بقى او الدول اللي عايزه تفرض المشروطيات السياسيه دي هتقلل تاثير دوله زي روسيا في القاره الافريقيه بعد الحرب الاوكرانيه. فيقدر يمشي المشروطيات السياسيه. افريقيا عند الغرب وتحديدا عند الولايات المتحده بالغه الاهميه في المستقبل وقراءاتهم للمستقبل. صحيح. عارفين ان ثرواتها ضخمه، وحتى في ملف تغير المناخ او تحديدا في ملف تغير المناخ اللي هم اقل قاره بيطلع عوادم الكربون هي افريقيا، لكن عايزين يوقفوا النمو الصناعي فيها بحجه ان ده بيأثر على هو الراجل مش عامل لك تلوث ولا غيره. صح. يعني وهو ده اللي قاله السيد الرئيس الحقيقه في مؤتمر جلاسكو لما قال ان الدول الافريقيه مش هتدفع الثمن مرتين. عشان كده بعد اذن حضرتك حاجه، لما الدول الافريقيه اختارت مصر ان هي تستضيف قمه المناخ القادمه، ده جاء لسبب مهم جدا. لما تيجي تفاوض الاطراف الاخرى اللي عايزه تفرض عليك مشروطيات تاثر على نموك وحتى على سياساتك، لما تيجي تفاوض مين اللي هيفاوض نيابه عنك؟ الطرف الاضعف ولا الاقوى؟ الاقوى. فهم لوحدهم اجمعوا على اختيار مصر ان هي اللي تمثلهم. صحيح. او مصر ممثله في الرئيس السيسي ان هي تفاوض بالاصاله عن الدول الافريقيه كلها في ملف شديد الخطوره وهو ملف
تغير المناخ. صحيح. انا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الاستاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. شكرا جزيلا، شكرا، شرفتنا ونورتنا يا فندم. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا الاخباريه. فاصل صغير وبعدها هيبقى عندنا فقره هامه جدا هنقول لحضراتكم هو ايه اخبار قانون الشهر العقاري الجديد، ازاي هتروح تسجل شقتك، ايه الجديد، ايه التسهيلات اللي حصلت، ايه اللي القانون بيقدمه للناس. القانون ضحض مجموعة كبيرة من الشائعات اللي كانت موجودة مع بداية الكلام عن صدور هذا القانون، عن التكلفة واللي هيدفعه المواطنين والكلام، كل الكلام ده بدأ واضحا بعد صدور القانون وبداية تطبيقه في مكاتب الشهر العقاري. أتمنى بس صدى البلد تبقى متواجدة في الأيام الأولى لبدء التطبيق، علشان بقى الشعب عايز يشوف عمليا المشاكل الصغيرة وتتحل إزاي. دور بقى قناتكم الكريمة ان هي تتواصل مع المواطنين وفي احنا عندنا ان شاء الله هيبقى عندنا لقاء مع الاستاذ احمد موسى، هيبقى عندنا وزير العدل المستشار عمر مروان هيوضح برضو كتير من الحقائق. واكيد زي ما استاذ محمد قال احنا هنبقى متواجدين مع حضراتكم في مكاتب الشهر العقاري المختلفه على مستوى المحافظات عشان نبين لحضراتكم الاجراءات والتيسيرات اللي تم عملها من خلال هذا القانون. فاصل ونعود لحضراتكم. بجد التحية مرة تانية لحضراتكم، وزي ما قلنا قبل الفاصل الموضوع النهاردة موضوع هام جدا لأنه الحقيقة بيهم كل الناس، يعني البسيطة جدا وأهالينا في الريف والناس اللي موجودين في المدن. إجابات كتيرة عن تساؤلات كتيرة عن قانون الشهر العقاري الجديد اللي كان زي أول ما بدأنا نتكلم عنه كان فيه كتير من الغموض، ولما كنا بنستضيف حد يتكلم فيه مجموعة من الشائعات ورسوم التسجيل هتبقى عالية والحكومة عايزة تعمل إيه. والمهم إن القانون الجديد رقم 9 لسنة 2022 الحمد لله صدر بعد وطبعا ده خاص بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والتوثيق الجديد. الجريدة الرسمية نشرت كل ما يتعلق به هذا القانون واللي تضمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام القانون القديم وكمان وافق عليه مجلس النواب. يوم السبت اللي فات كان المستشار عمر مروان وزير العدل أعلن عن إطلاق القانون الجديد للشهر العقاري ولائحته التنفيذية والعمل به في مصلحة الشهر العقاري بفروعها المنتشرة على كل محافظات الجمهورية بتطبيق هذا القانون الجديد. وزي ما حضراتكم يمكن تابعتوا ان انتوا شفتوا ان المواطنين بدأوا ان هم يروحوا مكاتب الشهر العقاري علشان يبدأوا ان هم يحدث التسجيل للعقارات او الأراضي اللي بيمتلكوها واللي ما بيستغرقش الموضوع اكتر من 5 دقائق. خلونا نتكلم عن هذا الموضوع، ايه اللي المفروض حضراتكم تعملوه، ايه الجديد في هذا المشروع في هذا القانون، ايه التسهيلات اللي اتعملت علشان نبدا ان احنا مشاكل كتير كان بيعاني منها الناس. خلونا الاول نرحب بضيفنا الدكتور الحسين حسان خبير التنميه المحليه والتطوير الحضري. برحب بحضرتك معانا يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح الخير وعلى كل الساده المشاهدين. الحقيقه الجانب الشق القانوني في القانون واحنا هنتكلم عنه والجانب التنفيذي كمان من خلال مصلحه الشهر العقاري، لكن انا يهمني اعرف في البدايه لان لو بنتكلم عن تنميه محليه ومحليات ومحافظات وقرى فاحنا بنتكلم عن ان اللي مالك لوحده او قاعد فيها او بيحوزها يعني بالمعنى بتاعنا الحيازه يقدر ان هو يقنن وضعه. ده هيأثر على ايه في فكرة ان انا يبقى عندي تنمية حقيقية؟ هو اولا بس عايزين نقول موقفنا بالنسبة للتسجيل العقاري على مستوى الجمهورية. احنا في مصر عندنا ثروة عقارية بتقدر بحوالي 200 تريليون جنيه. هذه الثروة العقارية تخيل ان حضرتك المسجل منها لا يتجاوز 9% او 10%. ده حقيقي. فبالتالي في هدار كبير جدا لموارد الدوله في هذا الشان. النهارده المواطن اللي هو بيسجل كان بيواجه مصاعب في السابق كبيره جدا، من ضمنها تسلسل الملكيه. كان بيشترط فكره تسلسل الملكيه يجيب الملك الاصلي، يقعد يجيب الملك الاصلي، ولازم الملك الاصلي يكون موثق. صحيح. واللي قبله يكون موثق، فكان فكره تحديات كبيره جدا. أنا النهاردة عندي أكتر من 516 مأمورية للشهر العقاري على مستوى الجمهورية كلها. فيهم حوالي أكتر من 8000 موظف بيشتغلوا على فكرة توثيق أشياء كثيرة جدا لحوالي 102 مليون مواطن. يعني جهد كبير جدا برضو لازم نوضحه.
هذه الهيئة أنشأت من حوالي 76 سنة بالضبط 1946 منذ هذا الشأن، ولم يتم تطوير آليات العمل بشكل كبير جدا يعني. فبناء عليه أصبحت بداية كلنا رحنا الشغل العقاري وشفنا كم الملفات والورق والمكاتب المهدمة يعني، ده من سنين يعني والمكاتب المهدمة وطريقة التسجيل والدفاتر الكبيرة وامضي هنا واعمل هنا يعني. فكرة التحديث والرقمنة في الشهر العقاري كمان الحقيقة مش في القانون ده تحديدا، لكن في الخدمات اللي بيتم تقديمها. هو خلال السبع سنوات نقول ان كان في نوع من الحوكمة على مستوى المأموريات كلها، بس طبعا هي اكيد محتاجة المزيد لسبب واحد، لان انت هو اهم جهة عندك في الدولة هي مصلحة الشهر العقاري. لماذا؟ لان هي المسؤولة عن فكرة تنظيم عملية البيع والشراء بشكل كامل على مستوى الجمهورية، هي برضو اللي هي هتعظم الدخل القومي بتاع البلد. هي برضو اللي هتحارب حاجات كتير جدا جدا وأشياء كبيرة جدا. على سبيل المثال فكرة المافيا غسيل الأموال، النهاردة أغلب الناس اللي هي ما بتوثقش في جزء منها بيغسل أموال أو يشتري عقارات ويسقعها ويرجع يبيعها والحاجات اللي فبناء عليه، وبيخاف من فكرة الشائعات اللي هي كانت موجودة اللي حضرتك أشرت ليها بفكرة يعني يقول لك الضرائب وهدفع ضرائب. وزير العدل طلع وقال ملهاش علاقة بضريبة التصرفات العقارية، وضريبة التصرفات العقارية بتنطبق على البائع والمشتري هو اللي بيدفع الرسوم. فبالتالي النهاردة كل الشائعات دي بدأت الدولة تعيد تنظيم فكرة الشهر العقاري بشكل يعود على المواطن بالنفع من خلال إعادة أو توثيق. اسمح لي بس عشان احنا معانا عبر الهاتف المستشار جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، برحب بحضرتك معانا يا فندم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذة فاتن، وصباح الخير على الزميل الفاضل العزيز، وصباح الخير على السادة المشاهدين الكرام. الاول يعني انا عايزة يعني اهني نفسنا كلنا ان القانون طلع في النهاية بهذا الشكل، بس خليني اتكلم بقى عن ايه الخدمة بقى اللي انا النهاردة هاخد ايه وانا رايحة. انا عايزة اسجل شقة بتاعتي، هاخد ايه وانا رايحة وهستغرق قد ايه وقت وهدفع قد ايه يا فندم؟ طب خلينا زي ما بدأت حوار سعادتك بجملة جميلة، احنا بنهني انفسنا بهذا القانون. بالفعل هذا القانون احنا اعتبرناه من يوم تنفيذه وهو عيد من اعياد الشهر العقاري، لان القانون 114 لسنه 46 لم تطرا عليه تعديلات سوى هذا التعديل الخاص بالقانون 922 بتعديل بعض احكام القانون 114. بالفعل هذا القانون اتى بما لا تاتي به قوانين اخرى حتى في دول اخرى كمان، يعني مش هنقول في مصر، لا في دول اخرى. هذا القانون وضع حد زمني لإنهاء الإجراءات ونقل الملكية 37 يوم، ودي ما شفناهاش في كثير من القوانين السابقة. 37 يوم من تاريخ تنظيم الأوراق سوف تحصل على عقد مسجل. طيب 37 يوم لكل الحالات، أيوه يا فندم، لكل حالات وضع اليد على الطبيعة، لكل حالات نقل. هو أنا ممكن أسأل في التفصيلة دي يا دكتور جمال، ليه 37 يوم؟ ليه 37 يوم؟ ده سؤال فعلا ما سالتوش قبل كده نهائي، ليه حددت المده دي؟ ده اول مره حد يسالني السؤال ده. السؤال ده كان له مغزى، معالي الوزير لما جاي يحط اللائحه التنفيذيه ويحط القانون قعد معانا اربع اجتماعات. يقول لنا ايه؟ الورق اللي يستغرق عندكم في الشهر العقاري في البحث من ساعه المواطن ما يقدم كل مرحله كام يوم؟ وبيحسب ورانا. نقول له هنا في مرحله المقبول ثلاث ايام، هنا في مرحلة المشروع خمس أيام، هنا في مرحلة المراجعة كذا كذا، حسب المدة. ليه المدة طلعت 46 يوم؟ قال لا، المدة دي هتبقى 37 يوم. 46 يوم على القانون 114 لسنة 46؟ لا، على القانون 114 كان سنتين. القانون 114 كان سنتين. لا، بحيث إن هو حدد كل يوم العضو هيشتغل إجراء في الطلب، فوجدنا ان الاجراء الطلب هيستغرق 37 يوم. دوره العمل الكامله المميكنه في الشهر العقاري 37 يوم. 30 يوم لو الطلب جاهز وما عندوش اعتراض، ولو في اعتراض معالي الوزير قرر سبع ايام للاعتراض امام نقل الملكيه العقاريه والعرض على ايه؟
على لجنه الاعتراضات. تمام. يبقى هي مده الطلب 30 يوم وسبع ايام للاعتراض. طب لو مفيش اعتراض هيتسجل الطلب في خلال 30 يوم. تمام. فالحد الاقصى للطلبات 37 يوم، ولكن ممكن تبقى قبل كده كتير، ممكن تبقى بعد 10 ايام للملكيه، ولكن هو الحد الاقصى 37 يوم. تمام. طيب ايه بقى المستندات اللي ياخدها المواطن وهو جاي لحضرتك الشهر العقاري عشان يسجل وحده سكنيه ارض اللي هيسجله بقى؟ شوف يا فندم، تم عمل، وده الجديد اللي في القانون اللي بيواكب الجمهوريه الجديده، هو عمل نماذج لكل حاله واقعيه على حده. يعني نموذج خاص بوضع اليد، يعني من هو لدي عقد بيع ابتدائي ولدي مستند حيازه للمكان له نموذج، ومن لدي عقد مسجل له نموذج، واشهار الارث له نموذج، والاحكام لها نموذج، ويعني كل حاله واقعيه بنموذج معين. طيب فكره ان انا دلوقتي انا عارفه ان تم يعني عمل مدد زمنيه، يعني مثلا اللي هو مثلا اللي واضع اليد 15 سنه حيازه يبقى موجوده، صح كده يا فندم؟ وده الجديد في القانون، وهو تسجيل الحيازه بكافه انواعها. انا عندي الحيازه نوعين من الحيازه، حيازه طويله في المده ومدتها 15 سنه، وحيازه اللي دخلناها في القانون بقى الجديد اللي هي الحيازه الخمس سنين المستقره بحسن النيه بنيه التملك مدتها 5 سنين. يبقى كانت الحيازه في القانون القديم 15 سنه، احنا ادخلنا في هذا التشريع وفي هذا القانون مدة 5 سنين تنقل فيها الملكية بسند صحيح أو بعقد بيع ابتدائي ويؤيده مستند صحيح. طب السؤال برضو المهم اللي أنا عايزة من حضرتك تفسره واللي بيشغل ناس كتير، المجتمعات العمرانية الجديدة، مدن اللي عندنا زي مثلا التجمع، القاهرة الجديدة، أكتوبر، ده هيتم التسجيل برضو ولا هتبقى شكل الوحدة؟ يعني هيتم التعامل إزاي؟ شو يا فندم، هذا القانون اللي هو 9/22 تعديل بعض احكام القانون 14، من مميزات هذا القانون انه ينطبق على المجتمع العمراني القديم والمجتمع العمراني الجديد. تمام. يعني هذه النماذج هم 8 نماذج للمجتمع العمراني الجديد و8 نماذج للمجتمعات العمرانيه القديمه. وضعت النماذج على اساس انها تسري على المجتمع القديم والمجتمع العمراني الجديد. طيب النقطة الهامة بقى واللي احنا الحقيقة يعني طلع فيها شائعات كتيرة جدا والناس خافت جدا، المبالغ اللي هيتم دفعها للتسجيل. وانا شخصيا من الناس اللي كنت مبسوطة جدا لما طلع سيادة المستشار عمر مروان وزير العدل وقال ان التسجيل رسومه 3900 جنيه و100 جنيه نموذج. دي الحقيقة، لما حسبنا رسوم نقل الملكية العقارية سواء كانت وحدة سكنية او عقار أو قطعة أرض فضاء، لما حسبنا الرسوم لنقل الملكية والرسوم الإدارية ومصاريف إدارية ورسوم انتقال ورسوم نشر للحالات، وجدنا إن الحد الأقصى اللي هيقابلنا في هذه الرسوم تحت التسوية 3900 جنيه ونموذج ب 100 جنيه. يبقى دي الرسوم أقصى شريحة المواطن سوف يتم سدادها 3900 بعد شراء النموذج اللي قدره 100 جنيه. تمام. يعني نقطة أخيرة بس أنا عايزة، لأن الحقيقة إحنا أثرناها، أنا عارفة إن إحنا يعني عند حضرتك اجتماع وإحنا واخدين من وقتك، بس النقطة الأخيرة اللي هي بقى فكرة تسلسل الملكية اللي هو كان يقول له روح هات لنا ما أتى به القانون، وهو عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط أساسي للتسجيل. وهذا ما هو أتى به القانون الجديد من افضل التيسيرات اللي هي كانت اكبر عقبه بتقابل الساده المواطنين وتقابلنا احنا كاعضاء في المصلحه، هي تسلسل الملكيه. ان انا لازم اوصل بالملكيه حتى اخر مال. لا، في هذا القانون مفيش تسلسل ملكيه. طيب. هي ذهب مستقره 5 سنين بحسن النيه بنيه التملك بدون سند، بدون سند ملكيه هنقل الملكيه بهذه الحيازه. طيب دكتور جمال، زي ما اطمنا ان المواطن يعني هيروح وهيتعمل التسجيل بتاعه في 3 دقائق ومصلحته هتخلص وممكن يعمل ده الكترونيا، انا كمان عايزه الحقيقه اطمن على موظفين الشهر العقاري، القانون بالنسبه لهم اريح وابسط في التنفيذ ولا بيمثل
عبء عليهم لان المدد الزمنيه محدده؟ يعني عايز افهم النقطه دي برضو من حضرتك. طيب خلينا نتكلم مع بعض ونبدا حواري مع سعادتك لما بداتيه وقلتي لي حاله الفرحه وحاله الابتهاج. هذه الحاله كان يسعد بها جميع العاملين قبل الساده المواطنين. ليه يا فندم؟ للسبب الاول وهو ان الطلب كانت مدته سنتين. كان بيفضل العضو الفني شايل هم الطلب لمده سنتين. دلوقتي الطلب بقت مدته 37 يوم ويخلص منه وينقل الملكيه ويشوف غيره. يبقى دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان ما اتى به القانون وهو دوره عمل مميثنه. ما عادش دلوقتي سعادتك العضو هياخد ملفات ويبحث ملفات ورايح جايب ملفات، لا، ده دوره عمل مميثنه. جميع مأموريات الشهر العقاري اللي عددها 213 مأمورية على مستوى الجمهورية تعمل بنظام دورة عمل مميكنة، يعني كل نظامه على السيستم، كله على نظام، مفيش ورقة وعضو هيكتب، لا، كله على السيستم. فدورة العمل المميكنة دي من أهم النقاط اللي أتى بها هذا القانون، وهي دورة تنظيمية بمواعيد، والورق بيتداول ما بين الأعضاء وما بين الخزنة وما بين المراجعات وما بين التوثيق وما بين الشهر، كله دوره عمل مميثنه واحده. اطمن على تدريب بقى موظفينا الاجهزه اللي تم استخدامها داخل مصالح الشهر العقاري. تم تدريب كافه العاملين في مأموريات الشهر العقاري على دوره العمل المميثنه وعلى القانون الجديد والتعليمات التنظيميه لهذا القانون من منشورات فنيه وكتب دوريه، ولدينا في قطاع الشهر العقاري عدد كافي من الاعضاء الفنيين على اكبر قدر من المسؤوليه، وهم زي ما بيوجه معالي الوزير دول حماه الملكيه العقاريه وهم مناع على الثروه العقاريه في جمهوريه مصر العربيه. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور جمال، بس هتوعدنا ان حضرتك تشرفنا معانا، يعني هننتظر شويه كده نشوف اخبار التطبيق ايه والناس عملت ايه، وحضرتك تشرفنا ان شاء الله على الهوا في صباح البلد. دكتور جمال ياوت رئيس مصلحه الشهر العقاري، بشكر حضرتك جدا يا فندم. طيب ارجع تاني بقى دكتور الحسين، خلينا يعني انا الحقيقه عايزه اتكلم شويه برضو عن اهالينا في الريف اللي هيبداوا ان هم يسجلوا. الحقيقه دي برضو كانت عندهم مشكله، فكره الحيازه في الاراضي الزراعيه في الريف، ما كانش حد لا بيسجل وكلها عقود يعني بينيه كده عرفيه بالبيع مكلفات. الحاجات دي هتعمل ايه لناسنا اللي موجودين في الريف المصري؟ عايزين نوضح برضو ان العقود الابتدائيه اللي كانت موجوده هي كانت بتشكل ازمه منذ انشاء مصلحه الشهر العقاري سنه 1946، وكانت بتشكل ازمه كبيره. هذه الازمه يمكن متواجده لحد دلوقتي مع وجود القانون، اللي هي النزاعات القضائيه اللي موجوده بسبب هذه العقود الابتدائيه. اعتقد ان القانون هيحجب هذه الاشياء، لان النزاعات القضائيه دي بتشكل عبء على الدوله وعبء على المحاكم وعبء على حاجات كتير. وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك، هي انا شايف ان مصلحه الشهر العقاري هي من المفترض ان هي تكون وزاره للتوثيق على مستوى الجمهوريه كلها لتوثيق املاك الدوله، لان دي او املاك المواطنين بشكل خاص يعني، او لان انا عندي كم كبير جدا من الممتلكات الموجوده. هذه الممتلكات اذا لم يتم توثيقها، ما انا التصنيف الائتماني اللي بره بيقل، يعني معدلات جذب الاستثمارات بتقل، فبناء عليه انا محتاج ازود التوثيق. فبناء عليه يمكن من ضمن الحاجات اللي كنت عاملها في الدراسه بتاعتي بالنسبه للموضوع ده، ان يتم انشاء وزاره اللي تختص بفكره الشهر العقاري والاملاك على مستوى الجمهوريه كلها، لان ده بيحقق دخل قومي على مستوى كبير، بيحقق امان وحمايه اجتماعيه للمواطن من النزاعات اللي احنا بنشوفها. ثانيا فكره الوزاره دي برضو مهمه جدا لسبب واحد، لان انا عندي فكره البيع والشراء على مستوى الجمهوريه موجوده في كل الاشياء، سواء سيارات سواء موبايل سواء اساس سواء كل الحاجات دي، اعتقد لو تم توثيقها هتبقى مورد كبير. فكره ان انا اللي هي يبقى انا عندي قاعده بيانات خاصه بالثروه العقاريه اللي موجوده يعني وباللي بيمتلكوها. طيب هل تفتكر ان الثقافه بتاعتنا داخل المجتمع المصري الناس هتتشجع انها لما تشتري وحدات سكنيه تروح تسجل؟ هو الفكرة، هو أنا بالنسبة للجديد
هيبقى سهل جدا. يعني اللي هيشتري جديد انا متاكد 1000000% في ظل الثقافه الجديده موجود، عايز يضمن حقه، عايز يضمن حقه، فهيروح يوثق لان الثقافه موجوده. طيب. لكن هي المشكله زي ما قلت لحضرتك، الناس بقى اللي قاعدين في بيوت دلوقتي اللي قاعدين في البيوت احنا كنا بنتكلم عليهم 15 سنه وخمس سنين والناس دي، هنا بقى انا مضطر ان انا لازم احط اجراءات مهمه جدا خاصه بالنسبه للمواطن. يعني احط شرط اساسي في وجود اي تقديم او اي اوراق او اي وثائقيات ان انا لازم يكون عندي شهادة تسجيل للعقار اللي انا ملكه. لان انا برضو عندي مشكلة كبيرة جدا ان انا برضو في بالنسبة للتسجيل في الشهر العقاري انا لا اقبل فكرة ان العقار يكون مخالف، مش هسجل عقار يكون مخالف او عليه قضية او عليه نزاع قضائي او عليه من هذا القبيل. فبناء عليه انا محتاج برضو قاعدة بيانات زي ما حضرتك اشرت، وقاعدة بيانات دي مهمة بقى بالنسبة للعقار نفسه. بالنسبة انا عايز اعرف مين اللي موجود في العقار، ما برضو انا بلد كبيرة جدا ومستهدف، فلازم اعرف يكون عندي قاعدة بهذه البيانات. لازم احارب فكرة التهرب بشكل كامل، ما في ناس بتشتري بيوت وتشتري اماكن معينة وما بنعرفش ان هم اصحاب هذه البيوت. صحيح. وبتبقى مستندة لاشخاص اخرين، فبناء عليه ده بيبقى اهدار كبير جدا لموارد الدولة. لا، وفي اماكن الناس البيوت مقفولة ومش عارفين مين اصحابها اصلا، ومش عارفين اصحابها، فبالتالي النهاردة بيبقى في نزاع ملكية بشكل كبير جدا. النهاردة انا بعظم موارد الدولة وبعظم فكرة الحماية للممتلكات وبحافظ على الثروة العقارية اللي موجودة بالنسبة للمواطنين. أنا النهاردة لما صاحب العقار بيوثق هذه الشقة أو هذا العقار، النهاردة أنا بمنعه من فكرة إن هو يدخل في نزاعات قضائية ممكن تكلفه الكثير والكثير على مستوى دخله الشخصي. فبناء عليه الدولة يمكن اتجهت لفكرة تيسير الإجراءات من خلال هذا القانون. ويمكن وجهة نظر إن احنا المفروض من المفترض إن احنا نزود عدد المكاتب على مستوى الجمهورية كلها، لأن مش معقول يكون عندي زي ما أشار الدكتور جمال إن عندي 213 يعني مراكز اللي هي متحولة إلكترونيا، والباقي لسه الميكانة ما دخلتلوش خاصة في القرى. أنا عندي 4742 قرية، 31000 عزبة وكفر ونجع، هذا العدد لا يتماشى مع 102 مليون. صحيح. مع 7000 أو 8000 موظف. صحيح. طب اسمح لي ناخد معانا عبر الهاتف دكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، وتحياتي لحضراتكم. اهلا بحضرتك. خليني ابدا من الاحصاء والتشريع، لان احنا لسه كنا بنتكلم عن يعني مع ضيفي الكريم في الاستوديو عن فكره ان انا ممكن يبقى عندي قاعده بيانات للثروه العقاريه في مصر ومن يمتلكها، وده اللي ممكن ان هو يضيفه قانونا وتشريعا على المجتمع المصري. هو كل ما في الامر تعديل قانون 114 لسنه 1946 بموجب القانون 9 لسنه 2020 كان بمثابه قضاء على البيروقراطيه والروتين. صحيح. كان بيستغل تسجيل العقارات في الشهر العقاري لمده طويله جدا. النهارده بقى عندنا حد اقصى، بقى عندنا قانون سلس مرن يستطيع المواطن من خلاله ان يحافظ على ثروته العقاريه. مش كده وبس، هنقدر نمنع جرائم كتير. كان بيتم غسل الاموال من موجب العقارات في الشراء والبيع والعقود الاصليه وما الى ذلك. فاحنا عندنا هنا هيبقى عندنا شهاده نقد كل عقار بموجب التيسيرات التي ستشجع المواطنين وكذلك نحن الدوله. لان طبعا احنا عارفين ان الدستور يحمل ملكيه بانواعها. طب اسمح لي دكتور احمد، يعني انا ما اعرفش، يعني هو ممكن يبقى سؤال يعني ساذج او غبي مني، انا مش عارفه، بس هل ممكن القانون ده فكره النزاعات اللي موجوده في المحاكم على الملكيه وعلى مين يمتلك والمشاكل بتاعه الورثه، هل القانون ده ممكن يحط حد شويه ان هو على الاقل يقلل من عدد هذه القضايا؟ طبعا، حتى المشرع في التعديل الاخير ده حضرتك، كل من يقدم ورقه عرفيه مزوره او اي شخص بيدعي على اخلاف الحقيقه انه صاحب ملك سيتم معاقبته بموجب القانون الخاص ده الحبس لمده الحد الادنى لا يقل عن سنه والغرامه وجوبيه 50000 جنيه فضلا عن قانون العقوبات العام بصفه عامه. فاحنا عندنا هنا شق جنائي وشق مدني. هنا عندنا الجديد الفصل في التسجيل في خلال 37 يوم حد اكثر. وفي كمان اضافه في اللائحه
ان الموظف اللي يعطل التسجيل مده تجاوز هذه المده سيتم معاقبته تأديبية. يعني حضرتك هنا القانون ده كله تيسير، احنا عندنا النهارده هتسجل هتفحص الملكيه طويله الطويله اللي هي وضع اليد 15 سنه. العقود العرفيه سيتم تسجيلها. هيبقى في تاكيد من مكاتب الشهر العقاري اللي هي تنزل على الواقع وتعاين وتسال وتشوف، والمعترض بالليل حق اللي هو يلجا للقاضي. كده مش هنبقى محتاجين يا دكتور احمد فكره اللي هي رفع القضايا الخاصه بصحه التوقيع واثبات ان العقد دوت صحيح، هنبقى محتاجين لده ولا خلاص احنا هنكتفي بالتسجيل في الشهر العقاري؟ هو القانون يكتفي، لكن الواقع اللي احنا عايشينه النهارده صحه التوقيع للاسف الشديد ده اجراء ما بين شخصين، انما لا يحتج به على الاخرين، انما التسجيل حجه على الكف. الملكيه في العقارات لا تنتقل الا بالتسجيل في الشهر العقاري. والاراضي كذلك. وبالتالي فاحنا الاصح ان احنا نلجا للتسجيل طبعا الاصح ان احنا نلجا لتسجيل العقارات في الشهر العقاري، انما صحه التوقيع هي دعوه شخصيه بين الطرفين بس، انما لا يحتج بها على الغير. يبقى هنا حضرتك يعني كل ما في الامر احنا عندنا هنا استحقاق ناجح سيجدي على الروتين، لكن احنا بنتكلم زي ما حضرتك الاستاذ الفاضل ضيفك المحترم، احنا محتاجين اعداد كبيره من مكاتب الشهر العقاري. ومحتاجين ان احنا نطور من اعداد الموظفين. وان احنا نقول لهم القانون ده للتيسير، لان للاسف الشديد احيانا بيعطلوا تنفيذ القوانين لتوهمات مش موجوده. فاحنا النهارده لابد اللي يبقى في تدريب وفي ثقه خبرات الموظفين، ايضا زياده عدد مكاتب الشهر العقاري على كافه انحاء الجمهوريه، العدد قليل لا يتناسب مع الكم الهائل من القضايا وعدد المواطنين وذلك. انا بشكر حضرتك جدا دكتور احمد القرماني استاذ القانون الجنائي وعضو الجمعيه المصريه للاحصاء والتشريع. يعني انا عارفه ان حضرتك بتقول عملت بحث عن فكره ان يعني ان احنا يبقى عاملينها وزاره وان هي ما تبقاش مجرد يعني مصلحه للشهر العقاري، بس خليني اتكلم هو ايه العدد اللي ممكن لو زاد له مصلحه الشهر العقاري يبقى مكافئ للاعداد اللي موجوده؟ حضرتك انا عندي 103 مليون مواطن. أوه. تفتكري حضرتك 516 مكتب او 213 مكتب مميكن هيكفوا العدد ده؟ هتفتكري 8000 موظف لو نيجي نحسبها، لان الاعمال التوثيق ما فيش عماره ما بيخلاش منها ان في شخص بيروح يوثق شيء ايا كان، سواء سياره سواء او يعمل توكيل او يعمل توكيل قضائي، يعمل كل الاجراءات اللي موجوده. فانا شايف ان هي من وجهه نظري ومن من وجهه نظر تجربه طبقتها العديد من الدول الاوروبيه، فكره ان التوثيق شيء مهم جدا بالنسبه للمواطن وبالنسبه للدوله. بيعود على المواطن ايه؟ اولا انا النهارده في عائدات خاصه بقيمه العقار نفسه. النهارده عقار مش موثق او معمول بعقد ابتدائي قيمته كام؟ ده بالنسبه للشخص البائع اللي هو هيبيع. ولما هيتوثق هيبقى بكام؟ هذا العقار لو نيجي مثلا نتكلم اني عايز اعمل فيه مشروع، ما النهارده عايز اخد قرض من البنك، ما العقار محتاج توثيق. فانا بالتالي بدي فرصه لاصحاب العقارات او اصحاب المنازل ان هم يتم تنميتهم بشكل كبير جدا جدا. اللي بيها يبقى في عوائد اقتصاديه للمواطن نفسه. صح. النهارده توثيق هذه العقارات بيخدم المواطن في كل الاجراءات اللي هي موجوده، سواء اجراءات خاصه بمشروعات، سواء خاصه بحمايه العقار، سواء ان انا برضو عايز اعرف الشخص ده عنده ممتلكات قد ايه. ما في كتير قوي بيتهرب ضريبيا على مستوى يعني العالم كله. صحيح. انا هعرف منين ان ده صاحب العقار؟ ما انا النهارده ممكن الشخص نفسه لما عمل عقد ابتدائي من شخص الضريبه راحت على البائع اللي هو باع العقار من 10 سنين، فاذا في شخص اخر بيظلم بفكره ان هو في عقد. فبالتالي انا بحقق العداله الاجتماعيه بكل ابجديتها يعني. صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، شكرا جزيلا حضرتك شرفتنا ونورتنا يا فندم، وإن شاء الله يبقى لينا لقاءات أخرى بإذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، يعني حاولنا إن احنا نقول لحضراتكم بعض المعلومات السريعة والواضحة عن القانون الجديد اللي خاص بالتسجيل في الشهر العقاري للعقارات للأراضي لأي حاجة احنا محتاجين إن احنا يتم تسجيلها. أعتقد إن القانون سهل
كتير قوي زي ما تابعنا مع حضراتكم وضيوفنا الكرام على ايه هي الاجراءات، ايه اللي انت كل اللي انت محتاجه ان انت هتنزل تروح للشهر العقاري او هيتم توثيق او بدايه الاجراءات الكترونيا في خلال 37 يوم كحد اقصى هيكون موجود مع حضرتك المستند اللي بيثبت ملكيتك للعقار او الارض. عندنا نماذج مختلفه للحالات المختلفه اللي موجوده كل حد، بس احنا محتاجين يبقى عندنا ثقافه ونسال ونعرف ازاي يتم عمل دوت، ونبدا ان احنا يبقى عندنا الاكيد لما بتبقى الحاجه ملكنا واوراقنا سليمه بنبقى اكثر ارتياحا واطمئنانا. انا بشكر حضراتكم جدا، بكده بتكون انتهت حلقتنا النهارده من صباح البلد. اشوفكم بكره باذن الله على خير. شكرا لكم والى اللقاء.